قلنا مباراة هلال مساكن وقرنبا اللاذقية، مباراة هامة للفريقين بملعب تقسيمة المدوني. نراو في تسخينات لاعبي هلال مساكن أمامنا المدرب السيد مصطفى قايدة والمعد البدني السيد البحيري. أنا نشاهد في المدرب الحراس السيد توفيق الشطي. أمامنا المعد البدني لفريق قرنبا اللاذقية، تسخينات أحمائية قبل بداية المباراة لعناصر قرنبا اللاذقية. مرحبا بقرنبا اللاذقية في قصيفة المديوني أو في هلال مساكن، ما هو إلا فريق ينشط في البطولة التونسية، فريق متصدر الترتيب. إمكانيات طيبة لفريق قرنبا اللاذقية الحقيقة تقال. تحية من الموقع الرسمي لهلال مساكن إلى فريق قرنبا اللاذقية. فريق قرنبا اللاذقية يدرب فيه السيد حسان القابسي، المدرب حسان القابسي. هنا نشاهدوا في الراس ناصر الشعباني، الحارس ناصر الشعباني، تمريرات تحمية صاحبة المدرب الحراس فريق قرنبا اللاذقية. جميلي قيس زور نميرو قيس أبو غامي ليفي رمزي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نمدكم بمباراة هلال أرضي مساكن وقرنبا اللاذقية، ضربة مقابل فريق هلال أرضي مساكن في تنفيذ اللاعب رمزي الخليفي، رمزي الخليفي في تنفيذ هذا المقابل. بعد التنفيذ كانت فرصة كانت، وأنت فرصة ثانية ركنية لفريق هلال أرضي مساكن. بعد هذه الركنية سنمدكم بتشكيل فريق هلال أرضي مساكن. تشكيلة هلال مساكن بعد هذه الركنية سنمدكم بهذه التشكيلة. رمزي الخليفي في التوزيع يوزع، والحارس ناصر شعباني، تدخل ممتاز من الحارس الشعباني. قلنا فريق هلال مساكن يمثل في هذه المباراة صابر راشد، عاطف التجاني، رمزي الخليفي، محمد بوزوميتا، سامي ليتيم، منذر البغاني، قيس الجويني قائد الفريق، محمد علي شقاء، ادم ديابتي، وعلي شريف هداف الفريق، واللاعب عبد المجيد بوبلقاسم ورفع العمق اتجاه اللاعب ادم ديابتي، لكن الحارس موجود، منذر البغاني، لكن رمزي الخليفي عفوا. يمشي اللاعب على شريف وتدخل الدفاع. يدرب فريق هلال مساكن السيد مصطفى قايدة، بينما فريق قرنبا اللاذقية نعتذر مع عدم مدنا بالقائمة الاسمية نتاعو، لكن يدرب هذا الفريق السيد حسان القابسي، فريق ممتاز يتصدر تلاعب الترتيب. تحية إلى كافة أهالي مدينة قرنبا على هذا الفريق. سامحونا جماعة قرنبا اللي نحيوهم من مساكن من ملعب قصيبة المدوني، التحية إلى كل القرنبالية. رمي التماس في القرنبالية الأرضية تدخل وسط الميدان. بايع من لعب على شريف، لكن الحكم يقول تخرج تماس. منظر البغانمي تمشي الكرة في اتجاه على شريف. باهي رمزي الخليفي يوزع اللاعب رمزي الخليفي، توصل الكرة أدمى لكن بالركنية، كانت فرصة للاعب أدمى ديابتي. بوزوميتا يختار كرة ترجع للبغانمي،
عبد المجيد بن القاسم، عبد المجيد بن القاسم، عبد المجيد بن القاسم، وايد حصل على مخالفة، محاولة من لاعب عبد المجيد بن القاسم. الكرة تمشي الكرة على شريف، على شريف، على شريف. وايد حصل على الكرة من لاعب على شريف، على شريف. وايد حصل على الركنية اللاعب على شريف. المخالفة ولمسة وتسديدة كانت فوق المرمى، تسديدة كانت محمد بزميتة، محمد بزميتة يمشي الرمز الخليفي، مردود طيب قاعد يقدم به اللاعب رمز الخليفي الحقيقة، لكن الكرة تقطع. حسام البجاوي، حسام البجاوي يمر، باهي لقطة فنية من لاعب حسام البجاوي. حسام البجاوي سامر يتيم الكرة في التماس، يسدد هو الحارس صابر راشد في المكان المناسب، باهي تدخل من الحارس صابر راشد، ابعاد في التوجيني، ابعاد في التوجيني بتنفيذ الركنية، ابعاد في التوجيني ينفذ هو الحارس السابعي. هذا كانت فرصة كبيرة للاعب هذا ماضي قدير، فرصة كبيرة ساكن. رمزي الخليفي في التنفيذ، رمزي الخليفي في التنفيذ، رمزي الخليفي في التنفيذ، هلا ضربة مخالفة من جديد رمزي الخليفي، يعني عاطف التوجاني محمد علي شقا مخالفة، عديد المخالفات، عديد الركنيات، والنتيجة صفر مقابل صفر. امتلاك لهيادة المساكن دون تجسيم الفرص. عاد في التجانب التنفيذ. نتمنى بعد الكرة على الحارس. عاد في التجانب، عاد في التجانب، عاد في التجانب. عشان يكون الهدف الأول. كالعادة كالعادة كورة في الحارس النصر الشعباني، منظر جميل، منظر جميل لمدينة قصيم المدني. ما يمرش ونهاية الشوط الأول، نهاية الشوط الأول عن طريق نتيجة 0-0. انطلاقة الشوط الثاني مباراة هلال مساكن وكولومبيا الرياضية، خلينا الشوط الأول على نتيجة 0-0، سيطرة ميدانية للفريق هلال مساكن لكن دون التجسيم. نعود نذكر بتشكيل هلال مساكن، صابر راشد في حارس المرمى، سامي ديتيم، محمد بوزميطة، عاطف التجاني، رمزي الخليفي، قيس جميل خير الفريق، منظر البوغاني، عاطف مجيد دوب القاسم، علاء شريف، أدما، واللاعب محمد علي شقا. برا تدخل من حارس صابر راشد، عاد في التجاني، عاد في التجاني، الكرة كما جاءت
حسام الفجاوي اسكندر مجبور على عمليه فنيه وتدخل مخي كان بدون تركيز. حسام الفجاوي باهي العملية الفنية من اللاعب حسام الفجاوي يوزع باهي موجود والتسديد فوق المرمى فرصة كبيرة عملية فنية من اللاعب حسام الفجاوي لكن الكرة فوق المرمى تغييرين في نفس الوقت عصام العمدوني وعبد الكريم الشتي على الشريف ما ضمناش حتى لاعب باهي العملية كانت من اللاعب ديا بركو حسام الجاوي لاعب وحيد يحرك في خط هجوم وضرب عليه رديع حسام الجاوي وضربة جزاء ضربة جزاء لضرب عليه رديع لاعب واحد يحرك في خط هجوم كامل لاعب واحد كنا يحرك في خط هجوم كروبالي الرياضية لاعب حسام الفجاوي مش فايدة في كثرة المهاجمين فايدة في الصنعة حسام الفجاوي في التنفيذ حسام الفجاوي في انتظار في التنفيذ ضربة الجزاء حسام الفجاوي نفذ وهدف الافتتاح افتتاح النتيجة على هدف الافتتاح للهلال لقرنبالي الرياضي عفوا حسام الفجاوي عبد الكريم الشطي عصام العمدوني وركنية لابد من وقفة كبيرة من رجالات مدينة مساكن لابد رجال مساكن توقف لماذا لا يصعد فريق الهلال لماذا لا تفرح مدينة مساكن هل ليس لها الحق أن تفرح وأن تصعد إلى الوطن هذا موسم عصام العمدوني الناس الحاضرة أحلى صورة تنتهي بها هذه المباراة